كان جابر بن عبد الله كما يرويه شيخنا الطوسي في أماليه، كان ذات مرة بصحبة أنس بن مالك وجماعة من قريش والأنصار في بعض طرقات المدينة، فرأوا الحسن والحسين عليهما السلام قد أقبلا، فما تمالك جابر بن عبد الله حتى أكب على أيديهما وأرجلهما يقبلهما، فقال رجل من قريش كان نسيبا لمروان، مروان بن الحكم: أتصنع هذا يا أبا عبد الله وأنت في سنك وموضعك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال له: إليك عني، فلو علمت يا أخا قريش من فضلهما ومكانتهما أو ومكانهما ما أعلم لقبلت ما تحت أقدامهما من التراب. هذه منزلة الصبط الأكبر وأخيه الصبط الأصغر.